الحقيقه ان الخدمه الفرديه الاسس بتاعتها وطريقتها وضعها المسيح حرفيا. يعني صحيح المسيح اتكلم في مجالات كان فيها اعداد كبيره، لكن اهتمامه دايما كان بالناس اللي بيديهم على مستوى الافراد. دي الحتة اللي بيخطئ فيها الخادم كتير، ان بيفتكر ان العدد اهم من الايه؟ من النوع العدد. فينوي يحضر في اجتماع يكون فيه عدد ايه؟ عدد كبير خبرين. لكن حقيقة ان المسيحية عمرها ما اعتمدت على ايه؟ على الاعداد. الاعداد دي يعتمدوا عليها الناس العالميين اللي بيفكروا ان كتر العدد يبقى ايه؟ قوة. احنا بنعتبر القوة هي حياة المسيح في الانسان. يعني انسان مسيح زي الانبا انطونيوس ده قوة كبيرة للكنيسة عبر الاجيال الكبيرة خالص. وكلكم تذكروا طبعا ازاي نشأت الكريستية الاولى مدرسة اسكندرية في ايام اوريجان ايام البابا ديمتريوس. هدول كانوا قلة صغيرة لكن ادانوا بناء قوي، فقدروا ان هم يهزوا الوثنية في اسكندرية. كمان عنصر الزمن مهم بيزغل عينينا، يعني بيشغلنا. لما استلم عدد قليل شايفين على الرسالة ما توصل للالاف، انا احسن اشتغل مع الالاف بدل العدد القليل ده. فالمسيح ضيع 3 سنين مع 12 ايه؟ ومع تلميذ. كان احسن ضيع 3 سنين دول مع الاف يبقى كان كسب ايه؟ اكتر. فعنصر الزمن مهم، والعدد والزمن دول خطرين بيهددوا الايه؟ الخادم. العدد والايه؟ والزمن. شوف المسيح يقول ايه؟ يا بولس الرسول يقول ولما جاء ملء الايه؟ الزمن. طب اتاخر ليه؟ او لما موسى ضيع 40 سنة، ده بتكلم بلغه غلط يعني، بعد 40 سنة سايق في البريه عشان تتصلح نفسيته من جوه وما يتكلش على قوته لما قتل المصري، ويسيب ربنا 40 سنة لغايه لما بعد ال 40 سنة يجي يقول له تعالى بقى يا استاذك، يقول له يبتدي موسى يتهرب. 40 سنة ضياع خساره، ده في منطقنا احنا. لكن ما كانش ينفع موسى كقائد غير بعد الايه؟ ال 40 سنة، بعد التدريب ده. يعني انت حسبها كده، كان افضل نمسك موسى قيادة الشعب قبل ال 40 سنة ولا بعد ال 40 سنة؟ كان فشل. يبقى ما نفعناش حاجة. يبقى بقى 40 سنة ضاعوا، لكن كسبنا المعركة مش فشلنا. فالزمن والعدد عنصرين مهمين جدا بيهددوا الايه؟ الخادم، ويبعدوا عن الخدمة الايه؟ الفردية. ده اللي انا عاوز اقوله. الزمن ربنا يقدر يعوضه في ثواني. لما ربنا يحب يشتغل في ثواني يعوض الايه؟ الزمن. والعدد كذلك يقدر يعكر 5000 بخمس ايه؟ خبزات عن طريق طفل. فالقديسين في الكنيسه افراد لكنهم نور. في فرق بين فرد لكن منور، ينور كتير، انما يذكر بعدد كبير لكن مظلم. يبقى عملنا ايه؟ افراد قله لكنهم نور وملح، وحياتهم في المسيح اكثر فائده من الاف العظات. لما انا اعبر 100 عظة عن من اراد ان يكون كاملا، ان اردت ان تكون كاملا اذا ابدع كل ملك احسن، ولا يجيب سوره الانبا انطونيوس وحطها قدامنا؟ سوره الانبا انطونيوس. الناس اللي هي ثابت بسيره اغسطينوس بعد موته اكثر من اللي ثابت بايه؟ ده عظام. وحياه
هقول لكم نقطة مهمة وخطيرة خالص يعني تجد للواحد كتير. مشكلة الكنيسة النهاردة البناء الداخلي للإنسان. يعني لما نلاقي ولادنا مثلا في الجامعة أو في الكليات أو بتاعه وبتقابلهم مشاكل وحاجات زي كده، أول ما تيجي مشكلة يجري على البطرخانة، يجري على مش عارف إيه، على الكنيسة، الحق عمل وخل وسوي. إحنا ما كناش عاوزين كده، كنا عاوزين طالب مسيحي كويس يسلك سلوك مسيحي، يتصرف في الموقف تصرف كويس، يحمل صليبه ويدعي المسيح، يرد في الوقت المناسب، يسكت في الوقت اللي يعني يبقى مليان من جوه. فاحنا النهارده محتاجين على الشخص للشخص الايه؟ المليان، مش شخص الخواف. يعني احنا بنربي ناس في الكنيسه كده من بره لهم ايه؟ شكل كده كويس، لكن ساعة ما يتزنقوا ايه؟ يتكشفوا. انا هتكلم الاول في مجال العمل الفردي، وبعدين بقى نتكلم لحقنا النهارده في الطريقه بتاعته، طريقه العمل الفردي، نتكلم في نقطتين. وبعدين نبقى نخش منه للعضويه الكنسيه لما ربنا يدينا وقت. فالاول مجال العمل الفردي. مجال العمل الفردي. اولا المكان الاولاني اللي بتبني فيه الشخصيه المسيحيه. ده مجال العمل الفرد بكل تأكيد. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. وطبعا كنا بنتكلم عن تيموثاوس بيقول الإيمان الذي أودعته فيك أمك الذي سكن أولا في فين؟ في أمك لويس وجدتك فيه. يبقى الإيمان ده بقى مش واضح، ده واحد شربه من امه ومن جدته، يعني واحد عاش حياه الايمان. فالايمان ده ما بيعرفوش بالايه؟ بيعرفوش بكتاب. يعني مثلا يجيب الولد الاب كتاب عن الايمان يسلمه لاولاده. فالمسيحيه حياه، والبيت هو المجال العملي لهذه الحياه. فمحبه الله والصلاة والصوم وقراءة الإنجيل ومحبة الآخرين وعدم مسك السيرة والإدانة وحياة الإيمان والشك والاحتمال والاتضاع، كلها يحياها الطفل في البيت. صدقني أحسن من 100 وعظة لما تقول للولد لما يلاقي في البيت ما يجيبوش سيرة حد يقول له لا احنا مالناش دعوة، احنا المسيح يدعى لما يجيب سيرة حد، أحسن ما نقعد نقول له ما تجيبش سيرة حد وغصبا عنه يجيب ايه؟ سيرة حد. لما يلاقي البيت بيحب الناس، بيحب الجار وبيحب كده، أحسن ما نقعد نكلمه عن المحبة وهو بيحقد على زملاته وبيخير من اللي أحسن منه إلى آخره يعني. وسفر التثنية في الإصحاح الثالث الآية 6، آية 6 العشر، اصحاح 6 آية 6 يقول له ولتكن هذه الكلمات، هو كان بيتكلم عن محبة ربنا، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك. حط خط تحت وقصها على إيه؟ أولادك. مين اللي هيقصها على أولاده؟ أرضه الأم مثلا. وتكلم بها حين تجلس في بيتك، تتكلم بها حين تجلس في بيتك تحتها خط كبير، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. فواضح خالص من الايات دي ان في التربية اليهودية كان الاب والام بيقصوا على اولادهم القصص دي وبيربوهم، بيكتبوا في بيتهم الاحداث بتاعت ربنا، كل الحاجات دي. فالام التي تأخذ ابنها معها للكنيسة تسيبهم كده، تأخذ من طفولته ويقف بجوارها حين تصلي وتحكي له القصص المسيحية قبل ان تنام،
هي فعلا الام التي ينطبق على بيتها قول الكتاب، الكنيسة التي في بيتها، والاب الذي يطمئن على سلامة ابنائه، على سلامة ابنائه مش بس جسديا، من اعتراف وتناول، ويكون وسطهم كالمنار والمرشد معلما بسلوكه اكثر من ايه؟ من كلام، معلما بسلوكه دون كلامه، دون توبيخ او تأنيب. كنت اعرف واحدة ست طيبة يعني اسكندرية هنا، وكانت ست مبسوطة يعني، فكتبت حد عيالها قوي، فنفسها عيالها يطلعوا ايه؟ الدكتين، هي ما تفهمش في الدين كتير، فراحت جابت مدرس خصوصي يدرسهم الايه؟ الدين، فكان يخبط على البيت الساعة 7 مثلا، وطبعا عامل لهم كراريس واجب ونمر وزعق لهم كل الحاجات دي، يا دوبك العيال كبروا بقى وخلصوا من الايه؟ طلعوا من تحت نير المدرس ده واتقلبوا في اتجاه ايه؟ اتجاه عكس. انتقش يعني. اللي هي سلوكها وحياتها هي دي المسيح اللي جاي. كذلك احتفال العائلة بأعياد القديسين. كعيد السيدة العذراء كل واحد وسيم في الصف. وعيد الملك ميخائيل كل 12. وأعياد السيد المسيح كل 29، وقراءة السنكتار كل يوم لمعرفة قديس اليوم. يعني في ناس تحب قوي تطمئن على مين القديس بتاعنا النهارده، كانت لا تكتب محبة زمان كانت أحلى من كده، كانت كل يوم تكتب سيرة القديس لا في أي كلام. وأنا أعرف واحد الله يرحمه كان اسمه عم محمد، وكان ياخد المعلم مريض الله يرحمه هنا كل 12 في الشهر وكل 21، ويلم العيال بتوع عيال عياله بقى في البيت، ويجي قدام صوت العذراء ويعملوا ايه؟ تمجيد، ويعملوا شربات ولا يتعشوا ولا حاجه زي كده. وكان العيال يستنوا اليوم ده لما يجي المعلم لبيب ويعمل لهم الايه؟ التمجيد والهيصه. لكن انا اعرف عائلات يعني فعلا كل ليله يقرص اكثر مع بعض. في واحد مش معانا هنا في كندا هو دلوقتي كان اسمه الاستاذ عريان اسكندر، بالليل لازم يجوا يقروا مع بعض السنكتار، حتى طريقتهم لطيفه وعنده 3 صبيان، فكل واحد عليه حاجه، ده عليه السنكتار، ده عليه يوزع الاجاني، ده عليه يقرا الانجيل، يعني كل واحد في البيت له ايه؟ حاجه معينه خالص، بس بمحبه كده يعني. وطبعا ما انساش الجنازة بتاعت أم الله يرحمها وأبوه عم فرج الله يرحمه برضه ده في الجنازة، شادر معمول كده والناس قاعدة، وعم فرج ده كان مع واحد برضه اسمه عم طيب. المهم إن هما جابوا بستان الرهبان وليلة الجنازة واحد قاعد يقرا لهم في الإيه؟ في الشادر. دي يعني حاجة هتشوفها بنفسك، إزاي الليلة دي كانت ليلة سعيدة جدا. وحتى لو ما جاش قسيس مش مهم، لازم اعرف قسيس يعني. فالحاجات دي عمليه جدا لما الشخص يبقى ايه؟ مقتنع بيها يعني، مش صعب. وعندنا بنت صغيره كده في الكنيسه كانت في 6 ابتدائي، فانت عارف السنكتار تقراه، وكان بابا يشجع اقول لها طيب اشتري لها السنكتار، حوشت هي دفعت 25 قرش الاول واخدته بالتقسيط من المكتبه، وكل يوم هي يقول لها بابا يلا تيجي قريت لنا السنكتار تقرا لهم الايه؟ السنكتار. كانت صغيره كده ثابته كده فرحانه هي بالشغلانه ديت، مش ابوها بقى بالفرض قال لهم لازم تقروا السنكتار، لكن هي سوزي دي كانت شغلانتها تقرا الايه؟ السنكتار كل يوم. بالنسبه للخدمه الفرديه ايضا للبيت، البيت مسؤول عن لناحية مهمه خالص، عن الجيران. مقصود عشان يتزوروا مسؤول عن الجيران وسلامتهم الروحيه وتوصيل النبذات الروحيه لهم. مش كانوا يعني ناس يعني ماشيين قوي يعني هو هيفرض نفسه عليهم فرض بالمحبه كده،
نعرف الكلام عن سنين جاية. كل ذلك ينبغي أن يتم في محبة وبساطة وعدم الحاح. كذلك الخدمة الفردية بتخلينا مسؤولين عن الأقارب. يعني مثلا لي قرايب برضو يهموني أحوالهم لأن ممكن يسمعوا مني. بيبقى منظر لطيف قوي لما يجي لي واحد من مصر يقول لي اخويا ساكن فرحكوا هنا اول ما حدش بيزوره وحدك تاخد باله احسن ده هو شايفينه كده كسلان شويه من دي في التنس وجاي من مصر يعني يشوف برضه الاخ بيحب اخوه مش بيحبه بس جاي يزوره كده ويروح لكن برضه يعني اذا ممكن الخدمه الفرديه تكون في مجال الايه؟ الاسره العيله يعني حتى لو بعاد عن بعض. موضوع الخدم في البيت هو اعظم اختبار للحياه المسيحيه. الواحدة كانت لسه الاسبوع اللي فات جايبة الخدامة بتاعتها قالت لي وهي بتزورني قالت لي اوري لك بقى ايه حافظة ايه قلت لها حافظة ايه لسه كانت صغيرة كده سمعت لي ارسطاليم من اولها لاخرها من اولها لاخرها الخدامة قلت لها ازاي حافظتها قالت لي كل يوم لما تخلص شغلها اقعد معاها وحفظها تقعد معاها يقعد فيها بعض والبنت تحبها جدا وهي تحبها ومعتبرة ان هي مدام جات البيت عندها هتقعد لها خمس ست سنين لازم تشرفها الايه الكنيسه كده وتدواها لها عشان لما تطلع من عندها تبقى ايه؟ تبقى كويسه. وصدقني ساعات المعامله الحلوه المسيحيه بتاثر على غير المسيحيين من الخدامين لدرجه انهم بيتعلقوا تعلق شديد جدا بالناس اللي هم بيشتغلوا عندهم. واحده قريبتنا مره كانت مسافره بره في ليبيا بعدين بتشتري قماش فاشترت قماش طبعا سخن لها ولبسها لعيالها وبعدين قالت للراجل ايه اديني حته قماش رخيصه شويه قال لها للخدام قالت له لا اتا ايه يعني قال لها كلمه بايخه قال لها انتوا المصريين كده اتت ليبيا فعلا الخدامين يقعدوا على السفره مع ال بس ما يمدوش ايدهم للاكل لا يعني صاحب البيت يوزع له لكن يقعد معاها على الايه؟ السفره بس ما يمدش ايده هو للاكل، يعني هو الثاني يغرفه. يعاير المصريين هناك اللي هم خدامين، يقعدون معاه. لكن مره انا ما انساش ان في بنت خدامه مره جت وايه؟ جابتها ستها وقالت لي ايه؟ كان في خناقه في البيت، البنت كده. وبعدين قالت لي هي ضربت هي الكلب كسر في رجليه. كلب صغير ضربته بالعصا كسر في رجليه قالت لها قالت مين اللي كسر في رجليه الكلب؟ قالت لها انا ما اعرفش هو يا رجليه اتكسر يا بنت مش ممكن الكلب يقع رجليه اتكسر المهم ضربتها وجابوها لي وبعدين قلت لها ايه قعدت معاها قلت لها انا لو منك مش كنت كسرت رجليه ده انا كنت كسرت دماغه قالت لي ده انا حاولت احط صوابع في عينيه وبعدين ما اعرفش تتصور ان ست منى تنيمها على السرير معاها وانا نام تحت على الارض تتصور ست منى تنيمها على السرير معاها يعني هي مش زي ايه؟ زي الكلب فطبعا تشوف بقى هذه كانت خدامه مسيحيه والناس دول كانوا ايه؟ كانوا مسيحيين فايه الاثر اللي هتتركه العيله من ناحيه الخدمه الفرديه مع البنت دي واحنا ما بنصدق ان اولادنا الفقراء مثلا ولا حاجه يجوا عندنا عشان يشموا ريحه الايه؟ المسيح اللي مش هيسموه في الاوصاف ايه بتاعتهم فاحنا ادينا لهم صوره واسعه عن النفس طيب عشان ما اطولش احنا قلنا اولا في مجال الايه؟ البيت نمره اثنين او ثانيا بقى في مجال الزملاء نمره واحد العمل الفردي بالسيره المسيحيه واعمال المحبه دون التمييز بين جنس او دين. معقول الكلام ده ولا مش معقول؟ انا مره كنت متكلم قريب ولو ان يعني الكلام سهل طبعا فكنت بقول ان الايام دي الكنيسه محتاجه لشهداء ده هنا لشهداء في الايه؟ في المحبه مش شهداء في الايه؟ لان لما بيجي ولد تعبان او شخص موظف او بتاع من الجو اللي حواليه خانق مثلا ويتعب ويكره اللي حواليه وكده فبالعكس اختبار النهارده الكنيسه اختبار ايه؟ محبتها سواء جوه او بره. ف
ثم الأمانة في العمل مهمة جدا. فعصر دلوقتي أصبحت إيه الأمانة دي يعني ثم يعني النقطة الثالثة الاحتمال وعدم رد الإساءة بالإساءة غير مجازين عن شر بإيه بشر، مهمة جدا. ثانيا أو نمرة اثنين الابتعاد عن المباحثات الغبية كقول الرسول هو اللي وصانا كده، وفي نفس الوقت الاستعداد لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء بمحبة وبطول أنام. دي فسر الفرق بين الاثنين بقى، يعني المباحثات الغبية نبعد ايه، واللي اتقال عن سبب الرجاء احنا ملزمين نكون مستعدين، مش بس نجاوب، نكون ايه مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا. يعني في فرق واحد بيناقش بغباوة بيتفهم، وفي فرق واحد بيسأل بمحبة السؤال ايه ده لازم اجاوب عن سبب الرجاء بتاعي. يعني هو الاول شاف فيه يا رجاء، فلما شافه فحب يعرف سره ويسأل عن سبب، فبيسألني فبجاوب. فالرسول بيقول لي خليك مستعد لازم تجاوب، لكن لقيت واحد بيناقش مناقشة غبية هيغفلها بلاش، لان هو عاوز ايه يشبع كبرياء، عاوز يبين ان هو ايه. وبعدين انت روح الفلان مش هتسكت له من جديد، هو يسأل هرد عليه رد والى اخره يعني. فبتبقى عمليه كبرياء واظهار ذات ما منهاش فايده. فليه الحق نسميها مباحثات غبيه؟ نمره ثلاثه عدم الاشتراك في اي تصرف غير مسيحي بالفعل او بالقول، لان ده هيهدم كل خدمه فرديه بعد كده. هنتعب في الاول كده لكي يضيء مسيحنا فينا امامهم امام الجميع. يعني مش لازم يكونوا غير مسيحيين، ممكن يكونوا مسيحيين وكلامهم مش كويس وتصرفاتهم مش ايه مش كويسة والعمل ده مكان الكلام البايخ والحاجات دي. فالمسيح كده يبقى ايه بطول انا يلاحظ اختبار، لان لو سقط اول مرة في امتحان برضو في ايه الصورة بتاعت يتكلم الناس بعد كده عن المسيح ازاي، خلاص اتهزت الايه الصورة. ولو انه هيبقى اختبار صعب في الاول لكن هيعدي على خير بنعمة ربنا. نمرة أربعة استفاد المسيحيين وتتبع أحوالهم والاطمئنان على سلامتهم الروحية. نمرة خمسة الصلاة، أنا بعتبر كده يعني مثلا افرض أنت رحت في وسط عمل أو أنت طالب في كلية في وسط سكشن مثلا معي، فممكن تعتبر نفسك إن ربنا بعتك رسول للايه لجنب، فانت مسؤول وما تهربش من الايه المسؤوليه. احنا اصبحنا مسؤولين. مره بكلمك عن المسؤوليه ديت او مسؤوليه الكنيسه، والكنيسه اصلا عشان اقول لك الناحيه المهمه دي مسؤوله غصب عنها، يعني مش بكيفها. اصل الكنيسه هي جسد الايه المسيح، والمسيح لما كان في العالم كان هو مسؤول عن العالم وبيدبر الامور، فحط الكنيسه ديت وحطها في موقع الايه مسؤولية، لدرجة ان الكنيسة مسؤولة عن الهواء ومية النهر والزرع والعشب الحاجات المادية. شوف المسؤولية دي، ما ننساش قصة البدرة اللي طلع المية وراح رماها في النيل عشان النيل ايه يرتفع. فالكنيسة مسؤولة، مركز الكنيسة من ناحية المسؤولية مسؤولة عن المرضى، مسؤولة عن المتضايقين، مسؤولة عن الاحداث، مسؤولة عن الشيوخ، مسؤولية اجبارية لان هي ايه جسد الايه المسيح. انا مش بكيفي مسؤول، ده على راي بولس الرسول يقول ايه اذا الدويره موضوع عليا سؤال مين كنت لا اوجه، ده مفيش فايده هيفر يروح فين ما يعرفش يفر. فانا خلاص اتلزقت في جسم المسيح، اصبحت مسؤوليتي هي مسؤوليه المسيح، فمش مسؤوليه اختياريه دي. الصلاه من اجل النفوس البعيده والاحساس بالمسؤوليه بالنسبه لهم واستقرارهم اذا استدعى الامر في بيوتهم، طبعا دول مسيحيين زينا، تقديم النبذات والكتب ودعوتهم لحضور الاجتماعات الى اخره. ثالثا بقى مستوى الكنيسه، الخدمه الفرديه في الايه في الكنيسه. سمينا الاولانيين الايه الزملاء مش كده،
دول بقى من الزمن. يعني انت بقى تعرف واحد في الايه في الكنيسة ده يبقى صديق، بقى صديق ألصق من الايه من الاخ. ففي الكنيسة تتكون صداقات روحية بجد، يعني تعرف ايه استخبة الايام. يعني احنا كنا مثلا في مدارس احد، يعني اللي جذب انتباهي انا مثلا وانا ماليش خبرة سابقة في مدارس احد، يعني لقيت المجموعة في مدارس احد كل يوم جمعة يروحوا يفطروا في بيت واحد ويقعدوا يقروا في الانجيل ويصلوا بعد القداس كل يوم جمعة. فروحت معاهم مرة، فيعني حسيت قد ايه ان في فرق بين الزمالة دي او الصداقة دي والحاجة التانية اللي بتبقى في الايه في الكلية. دول كانوا اصدقاء صباح الخير صباح الخير، انما هنا قاعدين ناكل وقاعدين نسمع كلمة ايه كلمة ربنا. فدي مش صداقة مش زمالة، دي ابدا دي دخلت في مستوى روح ايه اعمق. غالبا في الكنيسة بيبقى ليك اصحاب على المستوى ده. والقديس باسيليوس كان صديق أغريغوريو، ويوحنا بن الذهب كان صديق باسيليوس. والصداقة المسيحية هي في الواقع شركة، هي شركة جسد ربنا يسوع اللي هو الكنيسة. أنا عاوز أحط نقط صغيرة الكنيسة المفروض تهتم بيها. ألف مثلا الحزانة، على رأي واحد كان بيقول لي الحاجات دي في الكنيسة تبقى عاملة زي ايه في المنفور بتاع السكة الحديث كده، يعني يبقى يعني إشارة من ربنا للأمر إن هو ايه يتحرك ليه؟ لأن الشخص الحزين لما بيلاقي حد بيسأل عنه بيستجيب جدا لكلمة ايه ربنا. يعني ناس كتير بيبقوا بعاد عن ربنا في المناسبات دي بيتكتبوا للايه للكنيسة وما بينسيش أبدا العمل اللي بتعمله الكنيسة في المناسبة. ف الحزانة مشاركتهم بالعزاء الحقيقي مش مجرد قاعدة كده ندردش سياسة وننزل، لا بقراءة كلمة ربنا والصلاة وجذب أنظارهم. دول بيبقوا عاوزين يعرفوا ايه الحكاية، جذب أنظارهم لإقامة القداسات على الراقدين، ما عاوزين يعملوا حاجة للي راح ده نفسهم بقى ما مش شايفينهم دلوقتي. بتبقى يعني إحساسهم، يعني انا كنت عند ناس قريب في الاسبوع ده، فالبنت مش عاوزه تتعالج خالص، تقول لي طب هو بابا راح فين بتاع، قلت لها ايه رايك؟ انا هكتب اسم بابا على الايه؟ على المذبح ورقه والزقه تحت الكيس، عشان يكون قدامي كل قداسه هو، قالت لي طب كويس. وابتدت ايه تفرح، بعد ما كانت ايه مش عاوزه تفرح ولا مش عاوزه تتعالج، قلت لها ايه ابدا. ومره عتاني واحد صاحبي ان هو حس مرة ان هو اثر في حق امه لما ماتت، يعني كان تعبان قوي شافها وسافر وبعد رجع لها ماتت حاجة زي كده. وبعدين واحدة صديقته صاحبتها يعني جارتهم قالت له انا حلمت حلم مهم جدا عاوز اقوله لك وانا ما بحلمش. قال لها ايه؟ قالت له انا حلمت بماما بتقول ليه فلان ما بيعمليش ادبي. فقال اه طيب ما انا ممكن اعمل لماما حاجة بدل ما كان ضميره ايه تعبه ان هو ما عملش حاجة. فحس فعلا ايه يعني كان هيعمل لماما؟ كان هيجيب لها دكتور، كان هيجيب لها كلاب دواء، ما كانش هيطول عمرها، كان هيعمل لها حاجة ايه مادية. انما النهاردة يقدر يعمل لها حاجة ايه عظيمة تتعزى، وفعلا ابتدى يعمل لها العمل اللي ايه اللي روح ربنا ارسله. انا قلت جذب الانظار لايه لخمس القداسات على الراقدين بدل الحزن، وتوجيه الانظار ايضا لبركات الالم وبركات الصليب. لفرص كويس، امتى انا بتكلم على الصليب؟ فرص لذيذه، بركات الصليب والالم وشركه الام المسيح. يا سلام انا بتكلم عن المسيح كده مشاركنا كل